بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. اتصال القلوب بعلام الغيوب، تبارك اتصال القلوب بعلام الغيوب،
تبارك وتعالى، وأن تتصل قلوبهم بالغيب الذي عما قريب سوف يلاقوك. ولذلك منزلة التوتير التي تكلمنا عنها البارحة، وذكرنا أنها من أعظم المنازل التي تعمر القلوب وتعمر الأرواح وتحيي الإنسان حياة مختلفة. وتسمع رواية في مسلم أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، وقد بات النبي صلى الله عليه وسلم وأقام مهاجريا وأنصاريا يحرسان المسلمين، فيقوم الأنصاري والمهاجري ويقسمون الليل. طيب، هيقوم الأنصاري يحرس مهاجريا في بعض الروايات انه عباد مش هيقف فاضي، لا، يقوم يصلي قياما ويقرا، وياتي احد الاعداء، احد من الاعداء، وقد كانت المسلمون قد سبقوا امراه، فاقسم ليصيبن من المسلمين دما، لازم ايه؟ اخذ. فوجد هذا الرجل ماثرا امامه فضربه بسهم وهو يصلي، فلم يتحرك عن بيت، فذهب المشرك ونزع السهم من ظهره ثم ضربه به مره اخرى فلم يتحرك، ثم نزع السهم وضربه به مرة ثالثة فلم يتحرك، ثم بعد ذلك بدأ يركع ويسجد، خلاص رحاله إيه؟ المشرك. فالرواية في المسلم تقول أن عباد كان يموج دما، عارف يعني يموج؟ موج من الدماء، وأيقظ الإيه؟ المهاجرين، فهاله ما رأى المهاجرين في إيه؟ فحكى له القصة، فقال لم لم تنقذني؟ قال إني كنت في صورة ما أحببت أن أقطعها، ولولا أني على ثغر من ثغور المسلمين ما قطعتها. في بعض الروايات أن الصورة من صورة الكهف. طيب تقول لي بقى ده بقى بيفكر في رجله؟ ولا بيفكر في ايه بقى؟ بأي بيحب بيستمتع بيتلذذ. ولذلك اعلم انك حين تقرأ القرآن فأنت تشرب، أنت تروي ظمأ القلب وظمأ الروح. اللهم اجعل القرآن ايه؟ ربيع قلوبنا ونور صدورنا. هو ما هو ربيع؟ ربيع هو جدول المال، بل هو مش جدول بس، ده بحار، وبحارة صافية نقية، كما قبل كده اتكلمنا على ايه؟ في سورة الرعد على الآية أنزل من السماء ايه؟ ماء، وذكرنا أنه غيث، غيث القلب. لذلك إياك ملك، طب أنا ما ملك؟ يبقى أنت لم تتفكر حق التفكر في الآية، ما كانتش الآيات بالنسبة لك النوافذ التي في القطار التي من خلالها ترى الكون، ترى الدنيا والآخرة، ترى الماضي والحاضر والمستقبل، ترى التاريخ، وترى مآل هذه الأمة ومآل نفسك ومجتمعك. آيات الله تبارك وتعالى تنقذ النفس، هذا ينبغي أن يكون حالك مع القرآن. وهذه الآيات عباد الله تحتاج منك إلى سمع وبصر، فالسمع كما قلنا للآيات الشرعية، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ضد الصم والعميان إيه؟ صم، يبقى مش هيكون أصح، يبقى إيه؟ بيسمع، بيسمع إيه؟ قراءة السنة، والسنة شريحة للقراءة. عميانا عكسها إيه؟ ينظر، بسيط، ينظر في ملكوت السماوات والأرض ويتفكر،
والأولى معها يغضب. هذا الإنسان إذا تم له ذلك فإنه يحقق فعلاً منزلة الترتيب. أصل الترتيب رتل نظم، رتل ترتيلاً نظم تنظيم، ورتلناه ترتيلا أي نظمناه تنظيما. ولذلك علماء الإعجاز في القرآن يقولون أن القرآن التدفقات الصوتية والفواصل الموجودة بين كل آية وآية بل وكل كلمة وكلمة بل وكل حرف وحرف منتهى الترسيخ والتنظيم. بل لا تغني كلمة عن كلمة ولا حرف عن حرف، بل وأبلغ من ذلك أن الكلمة الواحدة هي كثيرة ومفردة بنفسها، يعني هي كلمة واحدة. يقول لك كثيرة المعاني جدا هي كلمة واحدة. طب لو حبينا نجيب حاجة بدلها ما ينفعش، مش هتعرف، مش هتيجي. ولذلك أنت تقرأ الصورة في ليلة، تيجي تقرأها تاني ليلة تجد نفسا جديدا ومعنى جديد لم يمتثل ولم ينقضح في ذهنك البارحة وبكره كده والسنة اللي جاية كده، وحتفضل لا يزيد القرآن تكراره إلا جمالا. ولذلك في بعض الأحاديث الضعيفة أن القرآن هو المختتم المفتتح، إن أنت تختمه وتجد نفسك لا تزال مشتاقا أن تفتتح مرة، وتكراره لا يزداد فيه إلا تجملا. ويفضل الإنسان يكرره ويزيد ويكرره ويزيد ويفهم فهم تاني وفهم أعمق. ولذلك حروف القرآن زي أي حروف، لغة العرب، ولكن حروفه لها عمق، عمق غيبي لها معاني مختلفة. ولذلك قال إيه؟ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كل حرف ثقيل يصنع حالك، يغير الوجود. يصيغ الإنسان صياغة ثقيلة، الكلمة ثقيلة والحرف ثقيل. لذلك الحروف زي أي حروف، بل كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أول درجة في درجات الترتيب هم ثلاث درجات: ترتيل القصد. إحنا بقى عايزين نستصحب معنى الترتيل اللغوي. معنى الترتيل اللغوي هو إيه؟ تنظيم، أو ممكن تقول إيه؟ الترتيب، أو ممكن تقول الانسجام. إن الحاجات تبقى منسجمة، يبقى فيها تنسيق، يبقى فيها تنظيم، يبقى فيها جمال. أول حاجة تجملها باطنك وسرك وقصدك مع الله. اللي جوه يبقى زي اللي بره. قبل ما تقرأ تستحضر نية الإخلاص والتجرد. مش هقرأ يقال قارئ، ولا يقول إيه العلاعة دي وإيه الجمال ده. ستقرأ لتصلح ذاتك وقلبك ولتصل لربك تبارك وتعالى، ويمتد خيط النور من القلب إلى السماء. حبا وشوقا لك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هو قال قول قل آمنت بالله ثم إيه؟ ثم استقم. سجد مطابقة، انسجام، تنظيم. وما ضاع المسلمون إلا بضاع النظام وضاع الانسجام
ومضيعة المفارقة بين الباطن والظاهر. انتشر النفاق وانتشر الرياء وانتشر مخالفة لله تبارك وتعالى إن كان في الباطن أو في الظاهر. فلن تدرك إلى بوابة القرآن فعلا أو مرددا إلا بإصلاح القصد. وحد قبلتك، القبلة واحدة هكذا، وحد وجهتك، عقد وجهك للدين حنيفا. الحديث هو المائل إلى الله المعلم به، متوجه لله. طب الناس، طب الجماهير، طب نصح، انظر إلى ربك فقط. في أول درجة من الدرجات إيه؟ الترتيل. طب أي درجة؟ أقول لك ترتيل اللفظ. هتقول لي أيوة، أقول أنا عايز وقت، اللي هو تحسين الصوت. لا برضه مش هو تحسين الصوت. تحسين الصوت ده آخر حاجة بفكر فيها. تقول إزاي؟ الناس مفتوح حتى على الحب الحسن بالظبط. بس مش قضية. قد تخشع وراء إنسان ليس بحسن الصوت. دخل جنيد مرة على أستاذه أبي سليمان الدراهمي. فقال له: لو رأيتني البارحة وأنا أصلي وراء إمام حسن الصوت كتسوه تحفة. بص بقى كنت طايق. فقال له: أفي هذا أنت يا جنيد؟ وأنت لسه في تحت كده؟ أنت لسه مبتدئ؟ أفي هذا أنت يا جنيد؟ إنما يحرك الصوت ما في القلب. لو في القلب حرة ولوعة وشوق سيحركه حتى لو مفيش إيه؟ صوت رهيب. مش تسمع شيء رشد عشان في إيه؟ تبدأ تتحرك. مجرد بس الآية تنقذك كده بس. ولكن ترتيل اللفظ اللي أقصده بقى اللي هو التمكن من نطق حروف القرآن. ما دام الآية تنطق صحيحا ينبغي أن تهز القلب هزا. مش مسألة تحسين الصوت، مسألة أن تنطق الألفاظ صحيحة من مخارجها الطبيعية. مش بقى هيجيب لك لغة وهو بينطق الحرف، لا، هو بينطق نطق طبيعي سلس صحيح. تمكن من نطق الحرف هو ده ترتيل الايه؟ اللفظ. فاضل لها كده ايه؟ الدرجة الثالثة والأعلى بقى اللي هي ترتيل السلوك. يعني ايه؟ يعني ما بيمرش بآية ولا حرف ولا كلمة إلا وهو بيحس وينطبع قلبه بها. خرج من الصلاة أو خرج من السماع ينطلق ليطبق ما استقر في قلبه ذكرى. إن في ذلك لذكرى. ذكرى اللوعة. قلبك مرجوع، تحس أنت قلبك مرجوع من القراءة. قلبك مرجوع من الآية. تحقق التوكل أو تحقق الرجاء أو تحقق الخوف أو الحذر إلى غير ذلك من مقامات الإيمان. قلبك موضوع. قلبك موضوع من استحضار عظمة الله حين تقرأ آيات التشريع والأحكام. قلبك موضوع حين ترى مصارع الظالمين المجرمين. كم عظمة الله وقهره. قلبك موضوع حين تستحضر خلق الله وتنظر في سياحة في ملكوت الله في خلق الله العظيم. الجبال والسماء والأنهار والأشجار والشمس والقمر. ما أجمل الله جميل يحب الجميل. تشعر بذلك تسلكا تدينا تخلقا في القلب. ثم إذا خرجت الجوارح تنطلق لتعمل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ووصله الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأغلبنه. تجد القلب إذا صلح وصلح به.
الجواب. هي دي بقى يا جماعة وردت الله ترتيلة. يبقى بتيجي ترتل هترتل بخلق وتتمكن من الألفاظ المعروف، ثم بعد ذلك تستقيم. فإذا استقمت بهذه الطريقة فهذا أو مع صح رتلت بهذه الطريقة تهيئ لك منزلة جديدة للمنازل. ودي من حلاوة السير إن مفيش منزلة غير وتجيب واحدة كده. ليه بقى؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضل. طب الفضل ده ينتهي إمتى؟ الله يرزق من يشاء بغير حساب. الناس فكر بغير حساب تخلص. لا، فكر الاكل والشرب كباب والكفته والحاجات دي يقول لك ربنا يزيدك من عين الله. مش يقول مثلا بتاب ولا حاجه يقول لك ربنا يزيدك من عين الله. هو من عين الله؟ مش هو ده؟ ده قطع. اما البحر الفياض هو السير اليه فعلا. انت عارف لماذا خلقت؟ ده أشرف شيء في هذا الوجود، أن تعيش بوجودك كعبد لله تبارك وتعالى. إيه المنزلة بقى اللي ذهب إياها الترتيب؟ منزلة الحياة. أو إن كان ميتا فأحيا الحياة. جاءه كميت كميت، أو من كان ميتا أيضا في بعض الأوقات فأحيا الحياة. ليه؟ هو كميت ليه؟ نقف معنا بقى دي غدا باذن الله. قولوا قبل هذا استغفر الله العظيم لله سبحانه وتعالى وبحمده اشهد ان لا اله الا انت.